اهلا بكم. كتير من الامهات والاباء ما عندهمش ثقافه مهمه جدا، وهي ثقافه الاعتناء باسنان اطفالنا. طفل بيمص على صوابعه مطنشين، طفل بيعض بالقلم الرصاص على اسنانه مكبرين دماغهم، طفل اسنانه غير متساويه او بتطلع بطريقه معينه مأجلين الذهاب لطبيب الاسنان. مفيش وعي كافي بان احنا نفهم الطفل يعني ايه طبيب اسنان. متخيلين فكره ان انا اروح لطبيب اسنان او اعمل له حشو عصب الطفل او علاج مع او تعامل مع التسوس؟ امر مستبعد، وده طبعا غلط. يعني العنايه باسنان الاطفال للاسف فيها قصور. يعني انا مثلا لما اروح عياده اسنان الاقي كل الحالات كبار في السن، وحاله او حالتين هم بس اللي صغيرين. المفروض ان احنا نراجع الطفل ونعرفه اهميه طبيب الاسنان. وعشان كده النهارده حلقتنا النهارده عالم التقويم عالم كبير جدا جدا، والاعتناء باسناننا او اعتناء الانسان باسنانه يبدا منذ الصغر. لو الانسان اهتم من وهو صغير بالعنايه باسنانه وعمل فحص دوري لاسنانه وتشيك اب باستمرار، ويفهم طفله ان دكتور الاسنان ده حاجه لطيفه هتحافظ على اسناننا اللي هي وجهتنا وابتسامتنا، فبالتالي الانسان ده هيفضل طول حياته ما عندهوش مشكلات في اسنانه. ضيفتي العزيزه النهارده الدكتوره الجميله دكتوره فاطمه سامي ابراهيم، اخصائي التركيبات الثابته وزميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلاند. اهلا بك يا دكتور، اهلا بك يا منوره عمري. الدنيا ومستكملين حوارنا طبعا، واحنا مش عايزين نضيع اي وقت، يعني يلا هنخش بينا. على طول في الموضوع عشان احنا عايزين نقول كلام مهم جدا. اتفضل. تمام. التقويم يعني الناس كده عندها شويه قلق منه، فياه ربنا يدينا ويديك طولة العمر. انا ممكن اتحمل شكل اسناني واخليها مزدحمه ولا اني اصبر على التقويم. مفهوم التقويم بقى يا دكتور؟ لا، ده التقويم دلوقتي بقى حاجة بسيطة جدا، بالعكس أنا شايفة أن وعي الناس ازداد قوي للتقويم، علشان هو في ميزة مهمة جدا أن هو ما بنعملش أي تحضير في السنة. نعم. فأصبح في متناول الناس كلها، وكمان الناس اللي بتخاف من دكتور السنان قوي، لا التقويم ما بيخوفش، يعني بسيط قوي، ما فيش أي إجراء وسهل. ومشكلة المدة دي مش كل الحالات بتحتاج مدة كبيرة، في حالات نعم. بتقعد فترة بسيطة يعني، فلا التقويم حاجة كويسة. طبعا التقويم ده حل احسن، على اساس ان الاسنان طبيعيه بنتعامل معاها من غير اي تدخلات تانية. يا دكتور من وجهه بالظبط. نظرك، طيب نقول ايه بقى اللي شايف لا داعي للتقويم وانه بياخد وقت طويل، ودور التشخيص هنا ايه يا دكتور؟ بصي، هو التقويم ممكن يكون من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل، بس ميزه ان هو ما بنعملش تحضير في السنان دي ميزه ما نهملهاش ابدا. نعم. يعني انا بزعل جدا ما الاقي مثلا حد سنه صغير حاجه و20 سنه عايز يحل مثلا مشكله فراغات بين سنانه، نعم. فيلا نعمل تركيبات في كل بقي. طب وليه؟ يعني بالعكس، انا ساعتها ببقى شايفه ان دور التشخيص مهم قوي، ان الدكتور يوجه المريض ان هو يقول له لا خلينا نعمل تقويم. التقويم هيبقى حاجة less invasive، يعني مش بتحتاج تدخل، فبالتالي أنا بحافظ على كل حاجة طبيعية، فده أفضل بكتير. نعم يا دكتور. طيب في مخاوف كده، التركيب والتقويم ازاي؟ انا اصلا كده كده انا مركب تقويم، فانا ممكن كمان اعمل تركيبات. يعني بيقولوا لا يجتمعان اهلي وزمالك ضد بعض، الكلام ده صحيح؟ لا مش ضد بعض. بصي، في حالات يعني بلجأ مثلا ان انا اعمل تركيبات ثابته، في حالات نعم. بحتاج ان انا اعمل فينيرز، في حالات لا بتحتاج تقويم. يعني مثلا حد ما يجيليش عنده فراغات كبيره قوي بين كل سنانه ونقول له لا حلها فينيرز، او هو يبقى نعم. عايز يعمل فينيرز، لا ساعتها مش هينفع، يعني لا هحتاج اعمل تقويم. ساعات بيبقى مشكلتي مش في السنه، ان هي يعني انا عايزه احركها من مكانها، لا مثلا لونها غامق مثلا، او لونها مش زي اللي جنبها، او فيها يعني مكسوره مثلا او حاجه، فساعتها لا ممكن نعمل فينيرز. نعم. فده بتبقى علاج لحاجه معينه ما تنفعش لده، نعم. وهكذا التقويم برضو، يعني كل يعني نقدر واحد على نقول حسب حسب الحاجه. ظروف حالته، بالظبط نقدر ان احنا نقرر. حضرتك طبعا يعني لازم الكشف قبل كده، هو لما يحس ان في مشكله يلجأ للدكتور وبعد كده الدكتور يساعده في الانسب دي. هو لازم الواحد يبقى واثق في الدكتور بتاعه جدا. لو انت واثق في الدكتور بتاعك، فبالتالي هو هيعرض عليك كل الاوبشنز المتاحة، وانت هتختار الاريح لك. نعم يا دكتور. طيب الفراغات بتاعت الأسنان دي بصمة عندنا في الشعب المصري، موجودة كتيرة جدا عن دول تانية. ويعني البطل التعامل في مع فراغات الأسنان هو التقويم. وجهة نظر بقى حضرتك ايه؟ على حسب، يعني ممكن حد بيبقى وقته ضيق جدا، او حد بيسافر كتير فيبقى نعم. عايز وعنده فراغات بسيطه بين سنانه، فاقول له لا نعمل فينيرز على طول يبقى خلصنا الموضوع. يعني لو نعم. هو وقته ضيق، او مثلا
التقويم هيحتاج ان احنا نعتني بسناننا جدا في الاول. فزي ما قلت لك على حسب كل حاله، احنا ما بنقولش مثلا لا التقويم كويس بلاش تركيبات، لا على حسب كل حاله. بس احنا التقويم بنفضله لو ينفع، يعني لو من ضمن الاوبشنز المتاحه التقويم، لا ناخد التقويم عشان هو بيحافظ على السن الطبيعيه. مهما تقدمنا ومهما الدنيا بقى فيها حاجات حديثه، مفيش حاجه هتبقى زي التركيبات، زي السنان الطبيعيه، عمرها ما هتكون زيها. نعم يا دكتور. طيب بنات الكبيرة وتلاقي الأرادة الصوابع والحالات شوية نفسية نظرا للظروف بتاعت البلد، وصوابع في الفم، والعادات دي ممكن ما تكونش من هم صغيرين، ممكن تكون حتى ظاهرة مبكرا وهم كبار، تأثيرها إيه لو هم من الصغر وكمان لو كبروا او ظهرت عندهم العاده دي مفاجاه برضو في الكبر؟ بصي، في عادات بتاثر على السنان كتير قوي، منها عاده مقصص الاصبع مثلا. خلينا نقول لو هو طفل وبيعمل كده، ده ممكن يؤدي ان يبقى عندي عضه مفتوحه، يعني سنانه من قدام ما تبقاش قافله على بعض. ممكن تؤدي ان انا يبقى عندي السنان بتاعه الفك العلوي طالعه لقدام شويه. ممكن لو حد كبير مثلا بيشتغل في بيوتي صالون او حاجه، فبتحط البنسه في سنانها، فده ممكن يؤدي الى كسر في طبقه المينا مثلا. يعني ممكن اعمال يوميه احنا بنعملها تكون خطا بتاثر على بالزبط. الاسنان. لا السنان مش معموله عشان الكلام ده، في حد مثلا بيجي يفتح ازازه اي حاجه فيستخدم سنانه ويتكسرها، يعني فهي مش معموله حاجات للكلام كتير ده. وادوات بتتفتح كل ده بالسنان بيأثر جدا. كتير جدا. يعني هو لا، العادات دي المفروض الام تاخد بالها بالذات من الاطفال الصغيرين. عاده مص الاصبع دي عادة سيئة جدا يعني. نعم، انتبهوا الامهات تنتبه لعادة مص الاصبع، يعني عادة كارثة. انا عايزة اقول لحضرتك يعني ان في ناس فعلا بتعملها وهي كبيرة خلاص، بالزبط. يعني الام ما التفتتش ليها وهي صغيرة اتعودت. ففعلا بتأثر، يعني كل شخص بيعملها فعلا بتبقى اسنانه شوية متقدمة وشكلها مختلف. طيب يا دكتور، مصطلح التقويم تحته مسميات كتيرة جدا، هو التقويم اللي شكله يخوف اللي مرعوبين منه المدة طويلة، وجهة نظر حضرتك ايه؟ لا هو ما بقاش يخوف، يعني حتى في حالات بسيطة كتير بيتم علاجها بتقويم شفاف مثلا، فدي بيتحل لي مشكلة الناس اللي خايفة من شكل المعدن وكده. مع ان انا شايفة دلوقتي يعني في حالات كتير قوي بتبقى موجودة، اطفال صغيرة بتبقى مبسوطة قوي ان هي كل مرة بتغير مثلا لون الاستيك بيبقى لون حسب مختلف. اللبس حسب، فهي شخصيات يعني، في حد بيبقى خايف قوي فلا، ده ليه حلول كتير. لو حالته تسمح بنعمل له تقويم شفاف، لو ما تسمحش في حاجة اسمها سليفز بنحط فيها السلك بتاع التقويم ده فما بيبقاش باين، او اللي بيبقى لونه ابيض. في حلول كتير قوي. نعم يا دكتور، احنا اكيد هنقول لكم كل الحلول ما تقلقوش. يتاخر بقى الكثيرون في الذهاب لطبيب الاسنان، الناس اللي اكتريه الناس طبيب الاسنان، بس احنا هنكسر الحاجز ده ان شاء الله. ومن بكره هو الدكتور في نهايه الحلقه محضره لكم مفاجاه ان شاء الله جميله جدا لكل المهتمين باذن الله تعالى بطبيب الاسنان، هتوفر لكم حاجه مميزه ان شاء الله هي هتبلغكم بيها في نهايه الحلقه. الناس اللي بتتاخر في الذهاب لطبيب الاسنان، والتاخير ده طبعا بيدفع ثمنه غالي اكيد، بعد كده نقول لهم ايه وايه المشكلات الناتجه عن الموضوع ده عشان يبقى في وعي ان هيحصل واحد اتنين تلاته انتبه؟ اي مشكله لو بدانا نحلها في اولها هتكون ابسط واسهل واوفر وكل حاجه من ان انا احلها بعدين. نعم. يعني حتى التسوس بيبدا بسيط جدا، لو لحقناه في المرحله دي هيبقى علاجه حشوه مثلا بتخلص في جلسه واحده. نعم. لو سبناه للاخر هنضطر نعمل حشو عصب، هنضطر نعمل حاجات كتير جدا. فكل حاجه لازم، يعني اول ما تقابلك مشكله لازم تتجه للطبيب بسرعه قوي، ساعتها حلها يكون بسيط قوي في البدايه، يعني لما تكون كل ما تكون مبكره كل ما الامر هيكون سهل بعد بالزبط. كده. بالظبط، هتوفر على نفسك حاجات كتير جدا. تمام يا دكتور. طيب السن المناسب ان انا اروح للدكتور الاسنان واقول ان انا ابدا تقويم؟ احنا قلنا برضو ده المره اللي فاتت، اول ما امتى المفروض الواحد يروح لدكتور السنان؟ المفروض ان انا بعمل زياره دوريه كل 6 شهور. تمام. طيب لو الام امتى تروح بابنها الصغير؟ اول ما يطلع له سنين. نعم. طيب انا لو ما روحتش لده او ده اروح امتى؟ اول ما ابدا الاحظ المشكله. نعم. ساعتها هيبقى قدامي حلول اكتر كتير. لو انا استنيت على نفسي شويه ممكن يبقى لا، كان قدامي حل زمان، كان قدامي حل ودلوقتي ما بقاش متاح، بقى قدامي حل واحد بس. نعم. فاول ما تبان لي مشكله طبعا احسن بكتير قوي ما استنى عليها. نعم يا دكتور. طب انواع التقويم بتختلف حسب السن؟
ولا طبعا، يعني مثلا ساعات بيبقى لسه النمو بتاع الطفل ما اكتملش، نعم فساعتها بنبقى لو عنده مشكله في عظام الفك نفسها ساعتها بيبقى السن مناسب جدا ان انا اعمل له تقويم عشان اعدل حاجه معينه. ساعات الناس بتبقى عضتها معكوسه، يعني نعم عندها الفك العلوي اصغر من الفك السفلي بكتير، فبالتالي ده بيسبب لها مشاكل في الاكل كمان، ما نعم بتعرفش تاكل كويس، فساعتها ممكن اتدخل بحاجه توسع لي عظام الفك العلوي نعم وعضتي تبقى مظبوطه. ده بيبقى متاح امتى؟ في سن النمو، يعني مثلا من 8 ل 11 سنه بالنسبه للاطفال. لو انا عديت المرحله دي ممكن اخلي نفسي ادخل بقى في ايه، في ان انا لازم اعمل جراحه الاول قبل ما اعمل تقويم عشان اصلح العضه دي. نعم يا دكتور. كتير مش فاهم او مش عارف مشاكل الفكين دي يا دكتور وتأخر التعامل معاها والوصول لحلول. عايزين بقى تفاصيل مشاكل الفكين ونفهم كل حاجة عن الفكين سواء العلوي او السفلي. مشاكل الفكين يعني زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، ساعات بيبقى عندي الفك اللي فوق صغير تمام فبحتاج نعرضه شويه، ده احسن علاج ليه بيبقى في سن النمو. ساعات نعم بيبقى عندي الفك اللي تحت هو اللي كبير شويه وطالع مش في مكانه، نعم فساعتها بتدخل بحاجه بتصلح العظم نفسه. يعني نعم التقويم مش بيصلح سنان بس، لا ساعات بيصلح عظم كمان في اوقات كتير. هو دي معلومة جديدة طبعا، هو كله فاكر هو ازدحام الأسنان وان انا هعالج لا لا المشكلة الملخبطة بس، لكن ممكن يا دكتور كمان عظم في مش مهم مظبوط. قوي نعرف سبب الحاجة اللي مخليه مثلا سناني مش مظبوطة في مكانها. نعم ساعات كتير بيبقى سبب العظم مش الأسنان بس هي اللي مأثرة على شكل الأسنان. بالظبط، فلو نعم صلحنا ده بيتصلح بالتالي. يعني نعم يا دكتور. طيب موضوع جديد قوي وبالنسبة لي أنا حتى كمان وأنا ماسكة ملف الأسنان، الخلع التسلسلي أو التتابعي كانت كلمة جديدة على أذهاني، وأكيد في ناس كتيرة قوي بتنتبه للحلقة النهاردة وهتسمع الكلمة دي لأول مرة. الخلع التسلسلي أو الخلع التتابعي العائلات مش فاهمة الكلام ده، فعايزين نوضح لهم ونعرف أهميته إيه. في اوقات اتفضلي. كتير بنضطر ان احنا نخلع الاسنان اللبنيه بشكل معين نعم علشان نجهز الاسنان دايما هي تطلع في المكان المحدد يعني، نعم فساعتها بنلجأ للخلع التسلسلي ده. نعم يا دكتور. يعني هو بنشيل مثلا اسنان زياده عن مكانها ولا مش احنا زيادة يعني بترتيب معين، يعني مثلا دي حاجة برضو بتخلينا ان احنا نركز على بوينت مهمة جدا. السنان اللبنية، الاسنان اللبنية كل سنة وكل ضرس لبني نعم بيكون ليه ميعاد محدد للخلع. لو احنا خلعنا الحاجة دي بدري او الحاجة دي ما اتخلعتش في ميعادها واتأخرت، فده بيساعد بيخلي الترتيب الاسنان ما يبقاش مظبوط، حاجة نعم تطلع مكان حاجة او حاجة ما تطلعش، فده غلط. المفروض بقى بنبقى عارفين كل حاجة بنخلعها امتى. او نعم مثلا ان انا حصل لي مشكله ساعات كتير بسمعها من امهات، اصل هو الضرس ده لبني فهو كده كده هيقع فانا مش مستاهل ان انا احشيه مثلا، نعم فلا ده مهم قوي ان انا احشيه ليه، عشان هو بيبقى يعني بيحفظ لي المكان المعين ده اللي هيطلع فيه السن الدايمه بعديه، نعم فانا لو خلعته بدري قوي ساعات السنان الدايمه بتطلع راكبه فوق بعض، فده مهم لا احشيه يعني. لا اظبطه عشان خاطر بعد كده لما يجي يطلع الجديد الدائم يبقى ما فيهوش اي بالظبط. مشكله. وساعات كمان لو حتى السنه او الضرس يعني متكسرين جامد قوي، السنه اللبنيه بتبقى ضعيفه شويه، نعم فساعات من كتر التسوس بيبقى خلاص السنه اتاكلت تماما. حتى لو اضطريت ان انا اخلعها بعمل حاجه اسمها حافظ مسافه. حافظ نعم المسافه ده بيبقى مهم جدا في الحالات دي، بيحفظ لي مسافه الضرس ده عشان السنان دايما ما تيجي تطلع تطلع في نفس المكان المظبوط ليها. بيتحط مكان ال الضرس او السنه المخلوعه. السنه اللي حصل لها فقدان يعني سواء تمام خلعناها او هي اتكسرت ووقعت يعني. تمام يا دكتور. طيب لو احنا اتاخرنا في زياره طبيب الاسنان لما بعد مرحله النمو وما حصلش الخلع التتابعي وخلاص سيبنا المشكله كده، وامهات كتير جدا بتلاقي يعني اطفالها عادي يعني ما خلعتش مش منتبه، هو بس هو يخلع السنه تكون واقعه لوحدها ويا شمس يا شموسه وارمي بس، لكن فكره ان انا اذهب على طول لدكتور الاسنان ولا اخلع لي سنته، انا حاسه ان هو يعني بيروحوا يعملوا دوت يا دكتور. طبعا نعم دلوقتي الناس بقى عندها وعي في الاسنان جدا، واحنا عايزين نشدد على النقطه دي، يعني نعم مهم قوي ان انت تروح. زي ما قلنا المشكله لو عالجناها من الاول ما بنضطرش ندخل في حوارات اصعب بكتير وطرق حل ممكن يعني تستهلك وقت ومجهود وعبء مادي اكبر بكتير من احنا لو حلينا المشكله في الاول. يعني مهم نبقى زي ما قلنا ما نخلعش سنه مش في ميعادها. نعم مين اللي هيعرف ده؟ اكيد هنروح للدكتور عشان يبقى عارف هل الوقت ده مناسب لخلع السنه ولا في طرق علاج تانية لا احنا محتاجين نحشيها دلوقتي. نعم يعني الثقه بين الدكتور والمريض مهمه جدا، لو الواحد واثق في الدكتور اللي هو بيروح له فبالتالي هيبقى بيعرض عليه كل الخيارات وهو بيختار الانسب ليه. نعم يا دكتور. فعلا بيبقى ساعات الام لسنه الطفل متلخلخه
فممكن تشيلها له هي. لا لا فيعني اللي هو تستسهل الطبيب، لازم ارجع للدكتور، ممكن ربما كانت تفضل موجوده. بالظبط. تمام يا دكتور. طيب احنا بقى حاله التزاحم بتاعه الاسنان ديت، لو احنا بقى يعني التزاحم بتاع الاسنان ده يا دكتور بيبقى هو بنفس عدد الاسنان ولا ايه؟ عايزين نفهم تفاصيل عن تزاحم الاسنان. ساعات بيبقى نفس عدد الاسنان، مش عدد اسنان زياده ولا حاجه، نعم. بس مثلا الفك صغير، نعم. فالاسنان بتبقى متزاحمه او داخله في بعض او سنه قدام سنه او الكلام ده، وده نعم بيبقى موجود عند ناس كتير. نعم يعني ليه علاقه بالشكل او تركيبه الفك ذات نفسها بتاعه بالظبط. البني ادم. تمام. امتى بقى يعني اللي هو اخر حل اللي احنا مش بنحبه، امتى نلجأ للخلع او ما نحتاجش خلع اثناء التقويم؟ على حسب يعني، اول ما اي واحد بيروح لدكتور سنان يقول له انا عايز بفكر اعمل تقويم او مش مبسوط من شكل ضحكتي، الدكتور بيطلب منه اشعات معينه لازم يعملها. البانوراما مثلا بتبين لنا عظام الفك، نعم. واشعه تانية كده علشان يعني نبقى عارفين القفله عامله ازاي. فاحنا على اساس تقييم الاسنان وعلى اساس تقييم العظم بنقول العلاج المتاح بالنسبه لنا ايه، نعم يا هل دكتور. العلاج ده هيتضمن خلع ولا لا. يعني دايما بيبقى فيه التقويم حاجة دقيقة جدا، يعني احنا بنحسبها بالزوايا ومقاسات معينة صغيرة جدا عشان نقرر هل في مكان اصلا ان انا اعدل فيه الاسنان، ولا انا محتاجة اخلع عشان يبقى عندي في الاخر شكل الاسنان مظبوط ومرصوص كويس. نعم يا دكتور، في حالات طبعا ممكن ما تحتاجش تبقى اسنانها عادي والتقويم ما يعني في مكان ان انا اظبط فيه الاسنان، وفي ناس لا بتحتاج نخلع قبل ما نبتدي. تمام. ممكن الخلع يوصل لاكتر من حاجه؟ يعني في الغالب بتبقى حاجة أو حاجتين، مش اكتر مش من. أكتر من كده. تمام يا دكتور. طيب الفينيرز طبعا والتقنيه الحديثه بتاعته ان هو حل سحري زي ما بيقولوا للناس المشغوله او رجال الاعمال اللي مش قادرين يصبروا على التقويم، هو حل مع الفراغات كبديل للتقويم ولا ايه الانسب برضو؟ على حسب الفراغات، وهل انا عندي فراغات كبيره بين كل سناني فساعتها الفينيرز مش هتنفع، ولا انا عايزه اعمل حاجه يعني عندي فراغ بسيط، لا ساعتها الفينير تنفع قوي. وزي ما قلنا برضو يعني الفينيرز مش بس بتعالج الفراغات، لا بتعالج شكل السنه الوحش او الغامق او المكسور او اللي فيه مشكله. تمام يا دكتور. طيب نشوف صورة كده التقويم المعدني. طيب ماشي يا محمد. طيب من يتجاهل التعامل مع العضة المفتوحة بعد اكتمال مرحلة النمو بيعتقد ان هو لا يمكن علاجها. تمام. قبل ما ندخل في كلمة العضة المفتوحة قبل ما يجهزوا لنا الصور، هي تمام معانا هي دكتور التقويم؟ تمام. عايزين بقى حضرتك يعني ايه يعني بعد ما كلمنا الكلام دوت نقول لهم ان هو امر مش صعب. لا لا الموضوع بسيط، يعني زي ما قلنا هو حاجة بتحافظ على السنان الطبيعية، نعم فدي حاجة ممتازة يعني. نعم يا دكتور. تمام. عايزين طيب نشوف حالات كده قبل وبعد التقويم نحسس الناس بالتفاؤل ان التقويم ده حاجة جميلة جدا ما تقلقوش منها. تمام. لا ما شاء الله يعني الفارس فرق هيتفضلي كبير يا دكتور. قوي يعني، بي بي يعني بيحسن. مثلا الحالة الأولى ديت يا دكتور اللي هي في أول صف، شايفة الأسنان اللي تحت واللي فوق مش مظبوطين ومش مرصوصين صح، تمام بعد التقويم بقوا مظبوطين ومرصوصين. فلا التقويم بيعالج مشاكل كتير، بيعالج العضة المفتوحة، العضة العميقة، نعم الأسنان اللي مش مرصوصة صح، بيعالج الفراغات، وأهم حاجة إن هو بيحافظ على السنان الطبيعية، يعني دي ميزة لا يمكن تجاهلها يعني. أكيد طبعا يا دكتور. طيب هنرجع تاني للعضة ومفهوم كلمة العضة. احنا كنا بنقول اللي من يتجاهل مع التعامل مع العضة المفتوحة، بس احنا فاهمين وانا حتى لسه عارفة الكلام دوت مع علاقتي بحضرتك، لكن عايزين نفهم يعني ايه عضة. يعني بصي، العضة هي قفلة سنان مع بعض نعم بواسطة الأسنان والعضلات والعظم، يعني هي بتبقى كذا حاجة مع بعض. لو أنا عضتي مفتوحة مثلا، لا أنت كنت لسه بتقولي مع تقدم السن ما ينفعش تتعالج، لا بتتعالج عادي جدا ما فيهاش مشكلة يعني. نعم يا دكتور. يعني بعد ما اكتمال مرحلة النمو ليها علاج والموضوع بسيط لا جدا، لا ليها علاج. واحنا بنحاول نوصل للمشاهد ان العضة، وحتى كمان بنفهم دوت عشان هو ما يشوف نفسه في المراية يقول انا عندي كذا او ما عنديش كذا، وهو هدفنا. طب الأسماء. طيب وكذلك العضة العميقة. بس كذلك العضة العميقة برضو سهل علاجها جدا طيب بسيط. الفرق بينها بقى وبين المفتوحة العضة العميقة؟ بصي الطبيعي بتاع أسناننا اللي هو الفك، الأسنان الفك العلوي نعم بتبقى مغطية جزء بسيط من الأسنان الفك السفلي. نعم لو أنا الأسنان بتاعة الفك العلوي قافلة على الأسنان بتاعة الفك السفلي كلها مش باينة، دي بتبقى عضة عميقة. نعم لو هي مفتوحة فساعات العضه المفتوحه دي كمان بتخلي يبقى عندي بروز في الاسنان بتاعت الفك السفلي، او حتى وانا قاعد كده ببتسم نعم مرتاح بتبقى مش الاسنان مش قافله على بعض، لا مفتوحه لبره.
نعم. فهي دي العضه المفتوحه، حتى تبان من تحت الشفايف الابتسامه. اه طبعا بتبان وبتاثر، يعني العضه العميقه برضو بتاثر على الابتسامه، بتخلي جزء من اللثه باين كتير قوي. نعم. الابتسامه اللثويه اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. والعضه المفتوحه بتخليني لا شكل اسناني مش حلو لانها طالعه لقدام، وممكن كمان تخلي شفايفي ما تقفلش على بعض. نعم يا دكتور. طيب نقول ايه بقى اللي من بيتجاهل بروز الفكين وبعد اكتمال النمو وشايف ان هو ده شكله الطبيعي، this is my face، يعني هو دوت وجهي وانا خلاص واخد عليه. والله لو حد متصالح مع نفسه جدا وعاجبه شكله جدا كده خلاص مفيش مشكلة، عادي جدا يعني. نعم. هو التقويم بصي مش علاج للشكل بس. نعم. هو الشكل مهم جدا، بس لو انا متصالح مع نفسي وعاجبني الشكل كده خلاص مش مشكلة، بس هو ساعات كتير كمان بيبقى سبب في ان اسناني تسوس. نعم. بس لو انا بهتم بسناني كويسة كويس جدا، بغسلها وبستخدم مضمضة وبستخدم دنتال فلوس اللي هو خيط الطبي بعد الاكل، لا سناني مش هتسوس، هتبقى كويسة حتى لو هي مش مرصوصة صح. نعم يا دكتور. هنتكلم عن الناب، وبعد الناب ان شاء الله ناخد فاصل باذن الله. الناب المدفون يترك كما هو ولا داعي للقلق منه؟ الكلام ده صحيح ولا لا؟ على حسب الحاله يعني. بصي ساعات بيبقى الناب المدفون ده مكانه في فراغ، والناب اصلا كمان من الاسنان المهمه جدا في الفك لان هي بتعدل شكل الضحكه. نعم. وبتسند المنطقه دي. لو انا عندي الناب مدفون او مش موجود فانا وشي بيبقى راجع لورا شويه من الحته دي، مش واخد الشكل ده. نعم. فده بيدي احساس ان الواحد سنه كبر قوي. نعم يا دكتور. طبعا احنا بنذكركم بارقام التواصل مع دكتور فاطمه، تظهر امامكم على الشاشه طوال الحلقه، وكمان تواصلوا معانا من خلال الارقام اللي ظاهره في البرنامج. طب يا دكتور، احنا يعني الناب حتى كمان لو هو في مكانه احنا بنحس برضو ان هو لو في مكانه مش مظبوط برضو بنحس بتاثير في الابتسام. طيب وهو لو مدفون برضو يعني احنا ازاي بنشيله او بنحركه؟ يعني تقويم او بيتخلع او بينزل، بالتعامل بيبقى تم معاه ازاي؟ بصي لو مكانه فاضي فاحنا بساعتها بنضطر ان احنا بنشده بالتقويم عشان ينزل في مكانه تاني، والابتسامه بتبقى حلوه جدا. بس ساعات بيبقى بسنه زياده مثلا مدفونه، لا ساعتها بنخلعه بنشيله جراحيا يعني. نعم يا دكتور. طيب مشاكل التقويم الشائعة، قبل ما تجازلنا بالفاصل، ثلاث يعني ثلاث مشاكل طول المدة والألم والشكل السيء، هو دي الهالة اللي الإنسان عاملها لنفسه، لا أنا مش هستنى المدة الطويلة دي والألم ده هيبقى مؤلم، ده أنا قطعة حديد محطوطة في. خلينا نمسكهم بوينت حاجة أو حاجة حاجة يعني. تمام. أول حاجة كنا بنتكلم عن إيه؟ مشكلة الوقت. مشكلة لا بصي الوقت ده بتختلف من حالة لحالة، في حالة بتحتاج وقت قليل وفي حالة بتحتاج وقت كبير، فدي مش مشكله. وقصاد يعني قصاد حتى لو الحاله احتاجت وقت كبير، قصادها ان انا ما عملتش اي تحضير في سناني، دي حاجه كويسه جدا تخليني الجا للوقت شويه الطويل عن العلاج التاني. نعم يا دكتور. بالنسبه للالم لا، هو بس بيبقى الم ايه، حاجه غريبه في بقي في الاول، بس الموضوع ده ما بيستمرش كتير يعني، شويه وقت بس بساط قوي وبعد كده الموضوع بيبقى عادي جدا. في ثالث مشكله ايه؟ اللي هو الشكل السيء. لا الشكل السيء ده بقى علاجه كتير، ساعات لا. كتير بتبقى حالة بسيطة أصلا مش مستاهلة إن احنا نعمل تقويم معدني، بنعملها بتقويم شفاف. لا. ساعات كتير بيبقى لا يعني أنا محتاج تقويم معدني، بس ممكن نعمله البريسز اللي بتحط على السنين اللي لونها. طيب نشوف صورة التقويم الشفاف الدكتور وهي بتتكلم. اوكي. اتفضلي. كملي يا دكتور كلامك. التقويم اللي كنت التقويم الشفاف. الشفاف اوكي، ده قلنا في حالات بنعملها يعني بنعالجها بالتقويم الشفاف بتبقى بسيطه جدا. نعم. التقويم المعدني ليه صور كتير يعني، ممكن البريسز المعدن بدل ما تتحط على السنان دي بتبقى سيراميك فبيبقى لونها ابيض. نعم. في حاجه اسمها سليفز برضو بندخل فيها الواير اللي هو السلك بتاع الاسنان بيبقى لونها ابيض. نعم. فبالتالي في الاخر الموضوع بيبقى شكله ازرف كتير. التقويم الشفاف يعني حاجه كده جميله ولطيفه ما بتبانش خالص يعني. هو حتى كمان اي حد انا عايز تكون شفاف، تكون شفاف لان هم قلقانين من كل مش شرط المشاكل والله. دي زي ما قلت لك في اطفال كتير قوي بيبقوا مبسوطين قوي ان هو باين عليه ان هو عامل تقويم، بتبسط بلون الاستك اللي بيتغير في كل مره. نعم يا دكتور. الكلام ده تمام. نشوف طيب صور الاطفال بالاستك الملون. تمام. طيب خطوره يا دكتور بقى الاعتناء بأسنان الأطفال، أي أسنان الأطفال اتفضلي يا دكتور. دوت جهاز إيه معانا يا دكتور؟ لا ده جهاز يعني ساعات بنحتاجه في بعض الحالات بتاعة الأطفال عشان نكبر عظم الفك مثلا عشان عنده عضة مش مظبوطة. نعم. بس كان في صورة تانية معانا للأطفال بتبقى ملونة. نعم. يعني نعم. في صورة تانية كان فيها يا محمد الأساتك ملونة كده عشان هي الأطفال بتبقى مبهجة بيها. تمام؟
طيب احنا كده كده احنا معانا الاسئله وعايزين نقول كل الكلام عقبال ما يحضروا لنا كل حاجه. طيب الفرق بقى يا دكتور بين تطورات التقويم زمان ودلوقتي، زمان مختلف عن دلوقتي، او ايه الوسائل اللي هي ريحت المريض؟ بصي زمان مثلا ما كانش فيه التقويم الشفاف ده، فالتقويم الشفاف ده عالج نسبه مش صغيره يعني من الحالات البسيطه لعلاج تقويم الاسنان، فده مثلا حاجه حصل فيها تقدم. تاني حاجه حصلت بقى ان الناس بقى عندها وعي باسنانها، الناس دلوقتي بتهتم باسنانها عشان هي حاجه بتاثر على ضحكتهم وثقتهم بنفسهم والكلام ده، فدي برضو نعم. حاجه والناس بتحب تقلد برضو يعني، دلوقتي ما بقاش فيه لا مذيع ولا ممثل ولا اي أكيد. حد بيظهر على الكاميرا مثلا شكل ابتسامته مش حلو، فالناس نعم بتحب تقلد اي حاجه. ف أكيد أيوه. طيب يا دكتور لو احنا خطورة بقى عدم الاعتناء بأسنان أطفالنا من واحنا صغيرين، يعني الأم ما انتبهتش للتعليمات اللي حضرتك قلتيها، ايه اللي ممكن يحصل للطفل؟ سناني مش هتطلع مظبوطة، نعم هتطلع مش في مكانها. بصي الأسنان يعني ألمها شديد جدا، فممكن تعرض طفلها ان هو يبقى حاسس بألم صعب علاجه، نعم يا دكتور فلا مهم جدا ان احنا نتابع. نعم. ما احنا نقدر نقول ان التقويم دلوقتي في حالة تراجع ولا تطور؟ لا تطور طبعا، تطور بكل المقاييس حتى في انواع. الانواع دي يا دكتور كانت موجودة زمان اللي هي موجودة دلوقتي، ولا لا ظهرت طبعا مش مثلا كل حاجة. بصي خلال كل فترة قد يوم في ايه؟ حاجة جديدة بتظهر في كل مجال، في كل المجالات مش الأسنان بس، نعم والتقويم من المجالات دي يعني الحاجة اللي هي لا كل يوم في حاجة جديدة. نعم نعم يا دكتور. طيب حكاية بقى الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة، يعني احنا عارفين ان الاسنان اللبنيه اللي بتتبدل والاسنان الدائمه هي اللي موجوده معانا على طول، قصتهم بقى ايه في التقويم او في العلاجات او في كل حاجه؟ بمعنى بمعنى مثلا ممكن يا دكتور ان انا اعمل تقويم على اسنان لبنيه عادي من واحنا صغيرين؟ بصي زي ما قلت لك انا دلوقتي لاحظت ان في مشكله مثلا في اسنان ابني، ان في سنه معينه ما طلعتش، او مثلا في سنه طلعت ورا سنه، او سنانه مش مظبوطه، انا لاحظت ده بروح للدكتور، فبالتالي هو بيقول لك وقت المناسب للتقويم امتى، هل نستنى شويه لما ضرس معين يطلع مثلا، او لا دلوقتي مناسب قوي ان انا اعمل التقويم عشان هو لسه في مرحله نمو، فانا نعم يعني هقدر اتدخل ان انا اخلي العظم يكبر شويه مثلا، نعم فبالتالي هعالج المشكله دي. فانا احنا ما نقدرش نقول سن محدد، لا احنا نقول ان اول ما تظهر لي مشكله اتجه للدكتور، فهو يقول لي بقى مناسب للحاله دي بالذات دلوقتي حالا، ولا نعم نستنى شويه، ولا ايه طرق العلاج. نعم يا دكتور. طيب خلاص الدنيا لا قدر الله قفلت في وشي، امتى اوصل للجراحه كحل بقى نهائي؟ ساعات بنضطر للجراحه مثلا حد بيبقى عنده مشكله بس نعم ما حدش لحقه مثلا في مرحله النمو اللي هو لسه عظام فكه بتنمو فيها، نعم فبنضطر بعد هو خلاص كبر يعني خلاص فكه كبر ووصل للحجم ده، فساعات بضطر للجراحه قبل التقويم، يعني بيبقى عندي مثلا الفك السفلي ده كبير شويه، فساعتها بنضطر لعمل جراحه معينه تشيل جزء من العظم ده علشان العضه او التقويم بعد كده يبقوا مظبوطين. نعم يا دكتور. الجراحة دي بتبقى مؤلمة يعني عملية ما شابه عشان هي نطمن عملية يعني، المشاهد؟ هي عملية بس احنا المفروض هي بتبقى بسيطة والواحد بيبقى واخد بنج ومش حاسس بحاجات كتير، نعم بس احنا لو لحقنا الموضوع من الأول ما بنضطرش ندخل في كل التفاصيل دي، نعم بس طبعا بقت متاحة وبقى ناس كتير قوي بيعملوها دلوقتي. نعم نتيجة التأخير. تمام. طب اللخبطة أو الحاجات اللي حضرتك اتكلمتي فيها، عايزين يعني نحط كده كذا بوينت ونقول هي دي النقاط اللي بتخلينا نلجأ للتقويم. تمام، يعني حضرتك تديهم لنا كده في كذا نقطة، ايه الحاجات اللي خلاص انا فعلا محتاج تقويم؟ مثلا لو انا صغير واسناني مثلا بدات تسوس، فبالتالي التسوس ده نتج عنه ان السنان دي اتخلعت او وقعت او اتكسرت في سن بدري قوي، فده يعني مما لا شك فيه هيطلع السنان مش الدايمه مش في مكانها مظبوط، فساعتها هضطر ان انا اعمل تقويم. نعم بس نعم يا دكتور. وطبعا الاسنان الغير مرصوصه وكل الاسنان الغير طبعا متساويه وكل الحاجات اللي حضرتك قلتيها اي حاجه مش في مش مكانها الطبيعي. طبيعيه يعني، الواحد بيبقى عارف شكل الابتسامه الطبيعي ازاي، ساعات الواحد بيبقى مش عارف ياكل كويس، صح، عنده عضه معكوسه، ابتسامته العضه المعكوسه دي غير المفتوحه والمغلقه يا دكتور؟ بالظبط زي ما قلنا السنان بتاعت الفك الحاجه الطبيعيه ان السنان الفك العلوي بتبقى مغطيه على جزء من سنان الفك السفلي، نعم اي حاجه غير كده فده مش طبيعي، ده اللي بيخليني الجا للتقويم، اي فراغات، اي اسنان متراكمه فوق بعض. نعم يا دكتور. احنا عايزين ناخد فاصل. تمام. طيب ايه بقى يا دكتور الاشكال او الحاجات اللي ممكن في اللخبطه تضر مفصل الاسنان؟ الايه
الاشكال او اللخبطه اللي بتضر مفصل الاسنان. لو بصي اي حد يعني طبيعه عضته او قفلته لسنانه مش طبيعيه، ده ممكن يؤدي جدا ان انا يبقى عندي مشاكل في مفصل الاسنان. اي حد بيجز على اسنانه، واي حد عنده طرقعه مثلا معينه بيسمعها، كل ده بيؤدي لمشاكل في الفك، نعم او في المفصل تحديدا يعني. نعم طيب هناخد فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور فاطمة.